طبعا زي ما قلت الموضوع ده يهم كل عروسة وعريس ان هم يجهزوا بيتهم بشكل سليم وبأقل التكلفة، وفي نفس الوقت يكون فعلا مناسب ليهم ويستخدموا مساحات بشكل سليم. فتنصحينا بإيه بقى؟ اتفضلي. أول حاجة البنت وهي بتفرش بيتها لازم تاخد قرار هي عايزة تعمل مود البيت إيه. ده هيسهل عليها كتير، لأن بنات كتير بتواجه أزمة في إني أنا بشطب ولسه ما فرشتش، فطب أنا هعمل البيت ألوانه إيه؟ طب أنا هفرش كلاسيك ولا مودرن؟ طب هجيب خشب طبيعي ولا خشب MDF؟ لازم نرتب نعملها كده ستيب باي ستيب عشان في الآخر البيت كله يطلع حلو، لأن مش الفرنيتشر لوحدها هي اللي بتخلي شكل البيت حلو، كل العوامل بتبقى مترقمة مع بعض. صح. خلينا نفكر طب واحدة واحدة. دايما في كل بيت يقولوا او الاهل كمان يقولوا لا خليك في الخشب الاصلي بلاش الام دي اف مش هيعيش معاك. ده اكيد. ولكن هو اغلى كتير. اغلى لاسباب. لازم ابقى عارفة وانا بشتري الغالي يعني براند، وانا بجيب شنطة لو هجيب الكوبي بتاعتها برضو بتفرق. فبرضو الفرنيتشر فيها كده، فانا بدفع غالي عشان حاجة تعمر معايا. الخشب الام دي اف ليه مدة زمنية اللي هي من 4 لـ7 سنين، ده العمر الزمني ليه. حلو قوي المعلومة دي، يعني عارفين ان احنا لو نشتري حاجة ام دي اف هتقعد من 4 لـ7 سنين. ده غير انها لو اتكسرت من صعب انها تتصلح، لو اتخدشت صعب ان احنا ندهنها، لان هي الواح مصنعة، فده بيخلي انه ما اقدرش اجدد فيها. لكن انا لو جايبه حاجه خشب زان طبيعي وغرفه النوم بتاعتي مثلا بعد 10 سنين عايزه ادهنها تاني هقدر ادهنها، حاجه اتكسرت هقدر اصلحها، ظرفه وقعت اتكسرت خالص هقدر اصلحها او اعمل غيرها. لكن ام دي اف خلاص يعني اللي كسر ما بيتصلحش. طب عمر الزان قد ايه؟ لا الزان معمر معاكي طول ما انت بتستخدميه استخدام صح، معمر معاكي، وطول ما انت عايزه تصينيه تقدري في اي وقت اعمل له صيانه، اقدر اغير له القماش، اقدر اغير الدهان خالص، اغير شكل الاوضه خالص، فهو بيكمل معانا. فعشان كده دايما الامهات تقول لك خليكي في الزان، هو فعلا خليكوا في الزان. وانا ما بشتغلش شغلي غير بالزان الطبيعي الاحمر. وكمان في فرق كمان في الزان، يعني برضو لما نتكلم عن الاخشاب في درجة تجفيف للخشب عشان الخشب ده ما يفتحش معايا، فبيبقى متجفف ازاي طريقته، ده كله بيفرق في السعر معايا. طيب الحاجات اللي هي بالخشب معظمها بتكون اكتر شكل ستيل مش مودرن خالص. لا طب ايه؟ ممكن انتريه زي ده يبقى خشب زان، وممكن يبقى خشب زان احمر ابيض، ممكن يتعمل بالواح ابلكاش، ممكن موسكي، في انواع كتير قوي من الاخشاب. كل ما الحاجة تبقى الخشب الزان فيها أكتر كل ما هتتحمل أي وزن، هتتحمل حركة، هتتحمل استخدام. فهي الفكرة في القالب بتاع المنتج نفسه، إيه الماتيريال اللي فيه، بيبان بقى في إيه في الخشب. يعني مثلا الصالون القايمة كلها شغل الهاند ميد، فبيبان إن ده خشب زان والقايمة معمولة هاند ميد، فبيبان تفاصيلها. لكن في الانتريهات برضو والسفره لازم تبقى كلها زين، الكرسي كله زين، رجل الترابيزه عشان تستحمل معايا، فبيبقى في خشب زين طبيعي، مش لازم في الكلاسيك بس، المودرن كمان بيبقى خشب زين. طيب برضو هنشوف صور الاسعار بتتراوح. انا لازم احدد انا عايزه افرش بيتي بكام، يعني دايما اقول للبنات انت حددي انت عايزه تفرشي بيتك كله على بعضه بكام،